هو احنا كنا قلنا استكشاف القشور وقشور الوحدة دي المرة اللي فاتت، بس أنا عايد عليها تاني. قلنا فين البسط وفين المقام، الكلام ده قلناه الحصة اللي فاتت ولا أنا ناسية؟ ايوه مش ماشي سامعة. قولي. قلناه صح؟ طيب طيب خليني اشرحه لكم على بعضها. مش هو موضوع بسيط، خلينا نحله على طول، يعني مش مستاهل ان احنا نجيب الورد. احنا كنا اتفقنا ان انا عندي، بصوا يعني احنا خلصنا قبل الوقت، كان المفروض يعني المفروض ده نهاية الوقت. نعم نعم ما تجينا صفحة 53 برضو، ايه عارف؟ تجينا صفحة 53 ده؟ مش لما برضو. نشرح الاول هديكم امتحان قبل ما نشرحه؟ استنى يا كريم، هديكم امتحان قبل ما نشرحه. سكت يا كريم، سكت، يلا نكمل، ما تقلقش هديكم امتحانات كتير، ما تقلقش وهعمل لكم امتحان. على فكرة انا الأسئلة بتاعت الكتاب دي يعني بالنسبة لي تافهة، فانا عايزه اعمل لكم امتحان اصعب، بس اصبروا عليا، ادوني فرصه بس. بعتقد محمد وكريم عارفين من الترم الاولاني الامتحانات بتاعتي بتبقى عامله ازاي، صح يا محمد؟ صح يا كريم؟ انا عارف عارفين صراحة. امتحاناتي عامله ازاي؟ مش عشان ايه قيم نفسك هنا سهله فتستسهلوا الموضوع. انا عارف كل حاجة صراحة. انتوا عارفين انا بعمل امتحان بيبقى عامل ازاي. طيب يبقى انا عندي ايه؟ كنت بقول الكسور هي ايه؟ الكسور هي اجزاء متساوية، يعني ما ينفعش اجيب، هرجع تاني، ما ينفعش اقسم كده، اجيب مثلا قطعة شوكولاتة كده واقول انا هقسمها على 3 كده. نعم أشرب مول بسرعة. طب ليه ما ينفعش اقسمها على 3 كده؟ بصوا الاولاني اخد قطعة اهي، التاني اخد قطعة اقل منه شوية، بصوا التالت اخد اكتر منهم هما الاتنين، يبقى كده بالعدل؟ لا أمس. مش بالعدل، يبقى لازم الكسور تبقى أجزاء متساوية، لو مش متساويين يبقى مش كسر. يعني أنا لو قلت لك الشكل ده يمثل أثلاث هتقول لي لأ مش أثلاث. ليه؟ علشان مش كلهم قد بعض، عشان لازم يبقى كلهم مالهم قد بعض، ما ينفعش أقول ده كسر وكل كسر مش قد التاني. تمام؟ عارفين بار الشوكولاتة كده بيبقى متقسم لقطع كده صغيرة، عمركم شفتوا قطعة أكبر من التانية؟ لا دايما حاسبينها بالمسطرة بالظبط، الحتة دي قد الحتة دي قد الحتة دي، عشان لما حد يجي يقطع حتة تبقى ايه قد التانية. يبقى أول حاجة في الكسور والحاجة اللي لخبطت بعض الناس إن الكسر لازم يبقى أجزاء متساوية، ما ينفعش اي حاجه متقسمه اجزاء كده اقول عليها كسر. طيب الكسر بكتبه ازاي؟ ما الكسر ده رقم، انا كنت بكتب الارقام بقول 1 2 3 4 5 وهكذا. طب الكسر اكتبه ازاي؟ الكسر ده اقل من الواحد، اقل من ايه؟ من واحد الواحد، فانا هقسم الواحد، لو هاخد حته واحده هقسم الواحد اللي معايا ده على ايه؟ على التلاته، هقسم الواحد على الاتنين، هقسم الواحد على الاربعه، على حسب هو متقسم كام حته، على حسب هو متقسم قدامي ايه كام حته. طيب بكتبه ازاي؟ بيقول لي عندي حاجه اسمها شرطه الكسر، خط كده، شرطة الكسر خط كده، فوق بكتب ايه؟ حاجة اسمها البسط، اللي هي عبارة عن ايه؟ عن جزء، جزء ماله؟ اللي انا هبقى ملونه في الشكل او اللي انا هاخده او ايه او النصيب اللي هو هيقوله لي.
طيب تحت بكتب ايه؟ بكتب رقم برضو، يعني البسط ده رقم، واللي تحت اسمه المقام برضو رقم، بس المقام ده بيبقى عبارة عن ايه؟ الكل، كل الأجزاء المتلونة واللي مش متلونة. يعني ما ينفعش مثلا اجي اعمل كده واجي اقسمها كده، بص انا بحاول اخليهم متساويين، واجي اقول ايه، واجي الون دول كده واقول لك اكتب لي الكسر ده بيعبر عن ايه، فتيجي انت تقول ايه، اه دي المس قالت الجزء اللي متلون هكتبه فوق في البسط، فهعمل شرطة البسط، فعد 1 2 3 يبقى في 3 في البسط. طب المقام كام؟ يجي واحد كده ايه ما كانش مركز مع كلام المس بتقوله يقول ايه، المقام ادي 1 2 3 4 5، يبقى البسط ده 3 على 5. الولد ده شاطر طيب ولا خايب؟ هيبقى 3 على 8. خايب، كانش مركز مع كلام المس. مس قالت له ايه، هاخد الاجزاء المتلونه واللي مش متلونه، هو خد الاجزاء المتلونه حطها في البسط، واللي مش متلون حطها في المقام، فكده هقول له انت غلط. طب الصح ايه؟ زي ما قالت مريم، قالت هحط 3 فوق اللي متلون وتحت هحط 8، 3 متلونين زائد 5 التانيين يبقوا كام؟ يبقى 8. يبقى الكسر الصح ده ايه؟ 3 على 8. 3 على ايه؟ تمام 8 على 8. وممكن اقولها بشكل تاني، 3 من 8، هاخد 3 اجزاء من 8 اجزاء. تمام. تمام طيب يبقى هو بيفكرني تاني، بيقول البسط هو ايه؟ هو العدد اللي بكتبه فوق الشرطة بتاعة الكسر، بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الاجزاء المظللة. نعم. يعني يا مس، لو احنا عاملين مستطيل زي ده ومثلا عاملين لونين 2، يبقى بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى هكتب ايه؟ 2 2 على 6. بصي مريم، ريمان مالها؟ ريمان مش مركزة. بس قايلين ايه؟ ان الولد اللي عمل 3 على 5 ده غلط. انا باخد الاجزاء الملونة فوق يا ريمان، وتحت باخد كل الاجزاء المتلونة واللي مش متلونة، تبقى اه 2 على 8. ماشي ما تقلديش الولد اللي ما كانش مركز مع المس. طيب يبقى انا هكتب البسط فين؟ البسط هعمل فيه الاجزاء المتلونه او المظلله. تمام. طيب بيقول المقام هكتبه فين؟ هكتبه تحت شرطه الكسر، وهيمثل لي ايه؟ الاجمالي. هيمثل لي ايه؟ الاجمالي. يعني لو عندي مثلا، يعني مثلا كرتونه فيها 7 اكياس سكر مثلا، تمام، وانا كده مقسم الكرتونه لكام كيس؟ ل7 اكياس. فجيت اخدت كيسين، يبقى الكيسين اللي انا خدتهم دول بيمثلوا كام من الكرتونه كلها؟ اتنين اتنين فوق فوق وسبعة تحت، اتنين فوق وسبعة تحت. ممتازين، 2 فوق و7 تحت. 2 فوق اللي انا خدتهم، وال7 تحت اللي هم كلهم اللي انا خدتهم مع اللي باقيين. تمام. طب بيقول لي هنا يعني ايه كسر الوحدة؟ ده كسر على طول بسطه 1. كسر الوحدة هو بسط، هو كسر على طول البسط بتاعه 1. يعني ايه؟ يعني انا باخد جزء 1 بس من الايه، من الاجزاء اللي عندي. يعني لو عندي الكرتونة فيها 7 اكياس سكر وهاخد منها، يبقى هاخد جزء 1، هاخد كيس 1، يبقى هاخد كيس من ال7، يبقى 1 على ال7. طب لو عندي بيتزا ومتقسمة 8 قطع، عايزة أعرف كسر الوحدة فيها هيبقى كام؟ متقسمة 8 قطع، أيوة. مش شايفاكي يا رمان ليه؟ يعني مفيش حاجة مظللة.
هي البيتزا متقسمة 8 قطع، وأنا هاخد كسر واحدة منها، يعني هاخد جزء واحد منها، هيمثل كام الجزء ده؟ واحد واحد على فوق ثمانية. ثمانية. 1/8، برافو عليك. يبقى هيقسم، هيمثل ايه؟ 1/8. 1/8. طب هنا بيقول لي ايه؟ اتعرف على قصور الوحدة. بيقول لي هنا متقسم 3 أجزاء، يبقى ايه؟ هاخد جزء واحد، يبقى 1/3 اللي هي ايه؟ ثلث. بعتها لكم الحصة اللي فاتت في الصورة. طب 1/4 يقرأ ايه؟ ربع. طب الكسور هنا في الثلث اسمها ايه؟ ثلاث. واحدة 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 واحدة. يبقى لما يبقى المقام عندي 3 يبقى ايه؟ أثلاث. طب المقام عندي 4 يبقى ايه؟ أرباع. والمفرد بتاعه ايه؟ ربع. طب المقام عندي 5 يبقى أخماس، والمفرد خمس. طب المقام عندي 6 يبقى أسداس، والمفرد سدس. مقام عندي 7 يبقى أسباع، والمفرد سبع. والمقام عندي 8 يبقى أثمان، والمفرد صبع. في مشكلة في الكلام ده؟ لا أعتقد بقى سهل نحل. ايوه طب ثانية بقى عشان استرجع كده، مين اللي كان دخل الأول؟ كان دخل الأول سيف، وبعدين كان مين؟ أنا ما خدتش بالي بصراحة. سيف ومريم تقريبا اللي بعده. يا ريت يا ريت. طيب بص كريم بص، خلينا نرتبها كده، سيف وبعدين مريم وبعدين ناخد بنت ولد بنت ولد. تمام، سيف مريم محمد ريمان كريم، ماشي. ماشي يعني. تمام. يلا بينا يا سيف. عدد الأجزاء الملونة 1، عدد كل الأجزاء 2، 1/2 الشكل ممتاز، نصف يبقى نقط. الشكل الأصفر نص، 1/2. يلا يا مريم. عدد الأجزاء الملونة 1، والعدد العدد كل الكلي الأجزاء 2، 8. يبقى 8. 1/8 يبقى8. ممتازة. يلا يا محمد. نعم رقم جيم، عدد الأجزاء الملونة. عدد الأجزاء الملونة 1. 1. العدد الكلي. 7. العدد الكلي. طب بص فين؟ 4 4. 4. يبقى الكسرة يمثل ايه؟ واحد أربعة ممتاز. يلا يا ريمان. بصي بقى بيقول لي ايه، هعد هشوف كده، ده كام؟ ده 1/ كلهم 9، يقرأ ايه؟ 9. طب رقم ألف، تعرفي تقولي لي هو 1/ أيوة يا ناس. الواحد على التلاتة يقرأ ايه؟ سول سول. سولس. برافو عليك. يلا يا كريم، الكاميرا يا كريم. ها، الكسر ده يمثل ايه؟ 1/ صوتك بيقطع، صوتك بيقطع. طب اكتبه، اكتبه، صوتك بيقطع مش سامعاك. اكتبه 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 يا كريم، عشان صوتك بيقطع وانا مش سامعاك. شغل قلم واكتبه. يا كريم شغل القلم واكتبه. مش سامعيك يا كريم. 1/ايه؟ هنكتب واحد هنا فوق.
واحد على خمسة، ده انت يعني بتقلد الولد اللي ما كانش مركز مع المس بالملي، بالملي بتقلده بالظبط. مثلا احنا بالسؤال ده نعم. ممكن انا اقول لا لا، ده دور كريم. مش احنا هو بالسؤال ده عارف بس هو مش مركز، هو عارف لسه مش مركز. ده اسهل درس يا مس. على فكرة الترم ده سهل، على فكرة ما تحسوش ان الترم صعب، الترم حلو جدا. واحد على أربعة يا كريم دول كام جزء يا كريم؟ دول كام جزء؟ واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين تلاتة أربعة خمسة. انا بعد الملون واللي مش ملون عشان اكتب في المقام. طب عاقبك ان انت مش مركز معايا دلوقتي، ولا اعمل فيك ايه؟ واحد مثلا اعمل فيك ايه؟ يجاوب انقصك مع طيب كل حاجة في بون. الامتحان؟ الاجزاء كلها كام يا كريم؟ ركز يا كريم، الاجزاء كلها كام؟ الأجزاء كلها ستة. ستة يا كريم، ده احنا بنعد، احنا بنعد يعني شغل أولى وتانية ابتدائي وكيجي كمان، حتى بتوع أولى وتانية بيجمعوا دلوقتي رقمين وثلاث أرقام. واحد اسمه واحد ايه بقى الكسر ده؟ واحد على الستة اسمه ايه؟ يقرأ ايه؟ يقرأ ايه يا كريم؟ سبعة واحد على الستة يبقى ايه؟ يقرأ واحد على ستة، ستة على واحد على ستة مس ستة يقرأ ايه يا كريم؟ واحد خمس ولا سدس ولا سبع؟ سدس يا كريم. يلا يا سيف، واحد على السبعة سبعة واحد ثانية ماشي، واحد على السبعة سبعة سبع. يلا يا مريم، واحد على الأربعة ويقرأ ربع ممتازة. مس. يلا يا محمد، نعم وحضرتك هتدينا نجمة المشاركة في آخر الحصة؟ نعم يا مس. المشاركة. هديكم نجمة المشاركة. ايوه انا اديتها لكم الاسبوع اللي فات، كلكم شاركتوا. طالما كلكم بنحل في الحصة يبقى كلكم واخدين نجمة واحد على المشاركة. ثلاثة هو ايه ده الواحد على التلاتة؟ رقم هاء. واحد على أربعة رقم هاء واحد على أربعة برضو انتوا ايه، هي عدوى؟ أهله هي عدوى بجد ولا ايه؟ واحد على كام يا محمد؟ نفس مسألتي ايوه دي واحد على خمسة واحد على خمسة مش أربعة بقى. يقرأ ايه؟ خمسة خمس. يلا يا ريمان، نعم يا مستر رقم واو. واحد على الاثنين يقرأ ايه؟ يقرأ نصف نصف. كريم، يا كريم مخرج ولا ايه؟ كريم خرج يا مس خرج طيب،
طب يلا يا سيف. واحدة 9 9، يا كرة توسع. يلا يا مريم. 1 8 ثم. ثم ممتازين. هنا بقى بيقول لي لون، أعتقد التلوين سهل. يلا يا محمد. أسهل حاجة بيقول لي لون التونس يا محمد. سولف. رقم ألف. شغل قلم ملون. ايوه برافو عليك. يلا يا ريمان، الصوت يا ريمان. الصوت مش رقم ب. ماشي برافو عليك. يلا يا سيف، النص. السلام ممتاز. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دخلت الدرجة وعليكم ماما. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بصوا، ركزوا معايا.